كيفاش شويه كتكون امطار رائعه. سيارة الامن اخرى مره جميع المحلات مغلقة والشارع الآن شبه فارغ إلا بعد قليل بعد كنتلاقاو في الطريق ديالنا بعض المرات كيكونو كاع كيكونو خرجو من العمل ديالهم يعني الساعة كيخرجو من الخدمة الساعة ديال 8 كتلقى غادي طالع على الطريق مرهم امام السوق التضامني ديال المدينه التقليديه ديال العرائش فازلنا بشارع عمر بن عبد العزيز. هذه الجوله الليليه اللي كنصبوكم معنا الان هنا منطقة ديال رون بوان ديال ملعب ديال كرة القدم سانتا باربرا نتكن الدرك الملكي من الان سانتا باربرا اجواء رائعة واخا انها اجواء يعني مطرية ولكن من مكتوب مطرق قليل سنة تساقط فيكم جو رائع مدينة العرائش. تحية لجميع العريشيين. تحية لجميع العريشيين داخل أرض الوطن أو لا عبر العالم. هذا القرار الحكومي اللي نزل قرار ديال الاغلاق ديال المحلات كما شفتوا معنا قبيلتي درنا واحد الدردشه مع سمير الكاموني احد التجار ديال السوق هناك ورئيس اتحاد التجار اتحاد بزاف ديال الجمعيات اللي معروف ابن عن جد احد التجار ديال مدينه ديال السوق هناك اللي شرح لنا الاوضاع اللي كيعيشوها التجار ديال سوق بلادك خاصه ولا ليش عامه ولا زلنا يعني كل يوم عندنا مع سوق مع قيصريه دردشه ان شاء الله باش نرصدوا الاوضاع ديال هذا المعاناه ديال هاد التجار هادو مع هاد الاغلاقات اللي وقعت صار مقررات الحكومه كيلتزم بقرار الحكومة ولكن كاين ضغوطات على التاجر على إشي خاصة المغرب عامة لأن كاين ناس ملتزمة بالكراءات ديال المحلات يعني الخواص أو المحلات الجماعية أو المحلات الحباس هذا كيتراكم داكشي كامل كيتراكم وهادشي هذا كامل كيدير واحد العيب كبير على التجار زائد أرى الماء والضوء أرى المحل كان كارثة المنزل ديالو زيادة على ذلك ضرائب متراكمة زيادة على ذلك الشيكات والكريديات هادشي هذا كامل هذاك الشي كامل كيجي ل يعني كيجي في الدار ديال التاجر اللي كياكل الطاق وبزاف التجار عندهم يعني الافلاس ديالهم لان ما يقدروش يواكبوا هاد الجائحة الكورونا هادشي اللي واقع وكنتمناو ان القرارات الحكومه تكون شي قرارات منصفه للتجار كما جميع القطاعات بالمغرب المسجد الجديد امام منزل السيد عامل لا زال في طور الانجاز هذه مده طويله هو كيتبنى باقي الان متوقف الا في شي اشغال بطيئه كنتمناو التسريع ديالها وكنتمناو كما قلنا من رئيس الحكومه ان يدير واحد النظره ديال التجار ديال المغرب التجار الصغير التاجر الصغير المغربي ما كنهضرش على التجار الكبار كاين التجار الكبار عندهم حتى هما المسؤوليه اللي كيدافع عليهم ولكن كتاجر صغير عامه في المغرب
رانا محروم بزاف ديال من الدعم مي كيفاش يدير شينا ديال يعني يعني ياخذ شي قروض كاين بعض الشروط كاين بزاف ديال المعوصات اللي كتك يعني كت يعني كتجي على التاجر هذا وكيعانيو بزاف التجار داخل خصوصا داخل مدينة تعرس أولا المغرب عامة كنتمنى الحكومة دير شي إجراء معاهم بحال جميع القطاعات اللي دعمتهم اللي وكيما كيطلبوا كيما درنا اتصال تستمر أن كانوا المطالب ديالهم بسيطة المطالب ديالهم أنها مطلب عادي ماشي شي مطلب يعني ممنوع مطلب عادي وكنتمناهم رئيس الحكومة يتجاوب مع هاد الإخوان هادو وشكرا لكم على التتبع ديالكم لهاد اللايف اللي درنا معكم جولة ليلية عبر شارع محمد الخامس وشارع عمر عبد العزيز شكرا لكم كانت النهاية بساحة سيفسا شكرا لكم كانت معكم لارش أنفو.